في هذه المنطقة، في منطقة الصفطاوي، يعيش المواطنين في ظل ظروف صعبة. كنا نشاهد تجمع المواطنين وتكدسهم أمام يعني الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع الطعام في ظل المجاعة التي نعيشها في هذه الأوقات. هنا العائلات والأطفال يصطفون منذ ساعات حتى يؤمنوا قوت يومهم. في هذه اللحظات يتم البدء في توزيع الطعام على المواطنين الذين يأتون من كل المناطق ويأتون من منطقة الصفطاوي حتى يعني يستطيعوا أن يؤمنوا قوت يومهم. يتم تقديم الوجبات، وجبات الغداء بأقل الإمكانيات بسبب الحصار المطبق على أهالي شمال قطاع غزة. هنا يعني تعمل العائلات وتعمل يعني الإغاثات والجمعيات الإغاثية على توفير الطعام. السلام عليكم، كيف حالك يا حاج؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. يعني احنا شايفينكم اكملكم واقفين على الطابور واكملكم بتستنوا، ايش معاناتكم؟ كيف بتقدروا؟ معاناتنا الجوع. الجوع فيش حاجه للانسان، فيش غير المعلبات، والمعلبات هذه كلها على الفاضي. يعني انتم بتعتمدوا على الاكل، مؤسسات الحياه مش موجوده، اللي هي المقومات. اي نعم، اكل الشرب كل الشرب احكي لي عن التفاصيل، كل معاناتكم. كيف يعني بتاكلوا بتشربوا؟ يعني انتم والله البصل ما في شيء، بندوره في شيء، لحوم ما في شيء، اي حاجه ما في، مقومات الحياه ليس موجود. والمعلبات حتى لو في بتلاقيها غاليه. يعطيك العافيه حجه، الله يعافيك. يعني انت ليش جايه؟ ليش جايه نازحين والله من المعسكر، جينا صفطاوي عشان ما فيش اكل. حتى لو في اكل غالي نار، وما عندناش مصاري، فيش مصاري بالمره، فش بدنا فاكهه. يعني انا مثلا مريض السرطان، بدي اكل، بدي غذاء، بدي فاكهه، بدي علاج، ما فش. وين نروح؟ ايش رسالتكم للعالم؟ رسالتنا حشوا عنا يا عمي، يا عمي حشوا. احنا بدنا سلام، بدناش حرب يا عمي، بدنا سلام، بدنا ناكل، بدنا نشرب، بدنا نعيش زي العالم. احنا اطفالنا هي يعني كيف هنا عاجبهم يعني اللي احنا فيه؟ عاجبهم اللي احنا نقف زي هيك؟ حرام، حرام يا عمي، والله حرام. يعني انتوا واقفين تحت اشعه الشمس عشان ناخذ بس خملخيه؟ يعني مش دجاج ولا لحمه ولا شيء، فش هذا كله ما فش، حرام. يحوشوا عنا خلاص، معيه والله معيه. كيف حالك يا حاج؟ صرنا ثلاث ساعات انا في الشمس، هذا راح اوقع من قله الاكل، فش وامراض معنا. يعني انت ثلاث ساعات رجل كبير في السن، هل تستطيع يعني ان تنتظر ثلاث ساعات تحت درجات الحراره؟ طب ايش نسوي؟ ربنا حكم علينا هيك، والله يظلم اللي ظلمنا. ربنا المستعان ان شاء الله. ربنا ظلم اللي يعني ظلمنا. رسالتك للعالم يا حاج. كنا عايشين مبسوطين، مبسوطين عايشين، جينا فيش لا اكل ولا شرب، الحياه غاليه، الا المعلبات، المعلبات هذه كلها مش مضبوطه. يعني انا شايف الاطفال والنساء كلهم بيتجمعوا في هذه المنطقه، ايش بيسووا في هذه المنطقه؟ نازحين، بدهم ياكلوا، بدهم يشربوا. بهي على طبيخ الملوخيه، طبيخ الملوخيه ب 20 شيكل كيلو، لو صحنين ب 40 شيكل، وفي معه 40 شيكل واحد. هي انا مع مصاري اكل، مع اشرب. الجوع بيسوي اكثر من هيك. ربنا يستعان ان شاء الله. كيف حالك يا عمو؟ الله يسلمك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. وين ليش جاي انت هان؟ ليش جاي؟ بدي اخذ المخاي. قديش لك واقفة هنا؟ ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. ارجع على ورا، ارجع على ورا. حرقونا في الشمس. حرقتوا في الشمس؟ ليش انت عامل هيك؟ ليش عامل هيك؟ من الشمس. طب انت كم واحد عندك في العيلة؟ ثمانية. طب بكفيهم الأكل هذول؟ بكفيهم؟ لا. يعني كم ساعة انت واقفة؟ ثلاث ساعات بس. هي دي وقعتوني، هي دي وقعتوني. انت يا عمو؟ الحمد لله. وين ساكنة؟ والله احنا ساكنين في المدارس، وين يعني بدنا نسكن. طيب وانت يعني بتيجي هنا كل يوم ولا كيف؟ كل يوم. قاعدة في المدرسة، قاعدة هي وصلت. نتجول ونرصد معاناة المواطنين في هذه المنطقة، وأيضا نشاهد الأطفال والكل يصطف في هذه المنطقة. كيف حالك يا عمو؟ ايش بتسوي انت هنا؟ تعبان ولا تعبان؟ ايوه كمل. يعني هذه المنطقة التي تشهد يعني عدد كبير من المواطنين يحاولون ان يحصلوا على القليل من الطعام في هذا المكان، لكن هذه الأطعمة وهذه الوجبات التي تقدم للمواطنين
لا تكفي يعني إلا لوجبة واحدة فقط هي من يعتمد عليها هؤلاء الأهالي في هذا الحي. مجاعة تتفاقم وأيضا تزداد صعوبة بسبب ازدياد يعني الحصار المطبق على شمال قطاع غزة. حالك؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ الحمد لله كويس. من وقت إيش أنت هنا؟ كم لك؟ ساعتين. إيش جاي تسوي هنا؟ جاي أخذ أكل. كيف بتعيشي؟ كيف بتأمن الأكل؟ الحمد لله يعني حتى لو يعني شربت مي ورغيف فاضي بنشكر الله. يعني رغيف خبز فاضي وشربت مية مستكفيين عليها بتعيشوا؟ الحمد لله. طب انت ايش بتجي تسوي هان لو هذه المؤسسات مش موجوده او الاكل مش موجود كيف بدك تاكلوا؟ بنحاول انه نلاقي خبز وميه ونشتغل حتى نجيب مصاري ونشتري. يعني انت المفترض تكوني في المدرسه وقاعده الحين في الصف مش واقفه في الطابور، كيف شعورك يعني انت وانت بتصحي الصبح بتحاول تجيب الاكل؟ هذا شعور قاسي لانه احنا كنا بنعمه وبخير وهلا صرنا بجحيم وكل يعني الناس اللي بنحبهم راحوا وكان عندنا اكل والثلاجه مليانه بس خلص هلا فيش شيء. ايش رسالتك للعالم؟ يساعدونا ويوقفوا معنا. طب انت ايش تتمنى الحين؟ ايش تتمنى؟ بتمنى انه ترجع حياتنا زي اول، تخلص الحرب. تخلص الحرب رب المساعدة ان شاء الله. يعني هنا رصدنا لكم حال النازحين في هذه المنطقة التي يعني توغلت اليها اليات الاحتلال وقصفها بشكل كامل. هنا بدأ التوزيع الان ويعني تقوم هذه الجمعيات على توزيع الطعام وهي يعني وجبات قليلة جدا وأيضا هي من حشائش الأرض يعني يتم استخراجها ويتم التقاطها من حشائش الأرض من باطن الأرض حتى تقدم للنازحين. هنا المواطنين كما نشاهد ازدحام كبير بين المواطنين والجميع يتصارع على أن يؤمن قوت يومهم. فهنا المواطنين يعني بدأ التوزيع هنا في هذه اللحظات والجميع الآن يبحث على لقمة العيش. حتى هذه اللحظات لا زال الأهالي يبحثون عن القليل من الطعام والشراب. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ والله تمام. يعني انا شايفك فرحان وطالع وماخذ. اول مره ناخذ ملوخيه يا عمي، وكل الشمال اول مره في حياته بيطبخوا ملوخيه. ملوخيه اليوم غاليه يعني غاليه. بتكفي العيله هذه؟ الحمد لله. الحمد لله بنمشي حالنا. طب ايش رسالتكم للعالم يعني؟ والله ايش ادور، احنا هنا تدمرنا. ليش؟ من الجوع، من الطيران، جو بحري، فيش طيارة إلا استعملوها علينا، إبادة غير طبيعية. إحنا استحملنا الجوع يمكن بالأسابيع، والله إجت أيام ثلاثة أيام أنا من دون أكل، أنا وولادي ومرضي عندي رضيع عمره ثلاثة شهور، والحمد لله ربك منساش حدا. الحمد لله ربنا المستعان إن شاء الله. يعني نشاهد اصطفاف الأطفال في هنا في هذه المنطقة وأيضا تحت درجات الحرارة المرتفعة، أصبح على كاهلهم ومهمتهم هؤلاء الأطفال أن يحصلوا وأن يؤمنوا قوت يومهم. هنا الأطفال أصبحت المعاناة تزداد يوما بعد يوم وأيضا المجاعة تتفاقم بسبب هذا الأوضاع. كيف حالك يا عمي؟ إيش أخبارك؟ إيش لك؟ قديش أنت واقف هنا؟ إلا ساعتين. طيب إيش ليش جاي أنت هنا؟ ليش جاي؟ عشان ناخذ طعمية. طب الدنيا شمس وحر وكذا تسوي كيف؟ ايش بتسوي انت؟ شو نعمل؟ طب انت ايش بدك الحين؟ ايش امنيتك؟ انه تخلص الحرب. بدك تخلص الحرب؟ طب ليش بدك تخلص الحرب؟ عشان تفك الدنيا ونصير ناكل زي الناس. ربنا المستعان ان شاء الله. كيف حالك انت يا عم؟ الحمد لله. ايش بدك تجي؟ ايش جاي تسوي انت؟ زينا نصف عشان الملوخيه عشان تاكل. طب انت كم واحد في العيله؟ كم واحد؟ اربع عيال. بكفيهم هذا الصحن؟ بكفيهم؟ لا، انا واختي وامي وابوي. المشهد الذي يتكرر
يوما بعد يوم، ونشاهد هنا المواطنين بعدما حصلوا على القليل من الطعام، يعني ليس بتأمين قوت اليوم بل لعدد من الساعات العائلات تتجه وتأتي لهذه المنطقة حتى تؤمن أقل القليل من إمكانيات ومقومات الحياة. هنا العائلات، وهذا المشهد الذي يتكرر في جميع مناطق شمال قطاع غزة بسبب تفاقم المجاعة وأيضا ازديادها بسبب الحصار المطبق في هذه المناطق في مناطق شمال قطاع غزة. إبادة جماعية لم تتوقف ومجازر لم تتوقف، وأيضا مجاعة تتفاقم يوما بعد يوم، هذا الذي نعيشه في شمال قطاع غزة. حسام شبات لصالح قناة الجزيرة مباشرة.